مشاهدينا الكرام ومستمعينا أيضا في إذاعة قطر، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة، وإليكم أبرز ملفات هذه الليلة. انطلاقا من دورها الدولي، دولة قطر تطلق بمقر الأمم المتحدة مجموعة أصدقاء التضامن الدولي لمكافحة جائحة كورونا. المبادرة تدعو الأمم المتحدة للعب دور محوري لتعزيز الاستجابة الجماعية وتشجيع التضامن بين الدول الأعضاء. وفي اليمن المعارك تتواصل في أبين من جديد، ووزير الداخلية اليمني يحمل التحالف المسؤولية الكاملة. إذن نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ويسعدني في هذه اللحظات أن نرحب في الجزء الأول من هذه الحلقة بالدكتور أديب زيادة، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، كما أرحب أيضا بالسيد صادق محمد العماري رئيس تحرير صحيفة الشرق. ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا. لكن دعونا أولا مشاهدينا وقبل بداية الحوار ننتقل معا إلى هذا التقرير، حيث أطلقت دولة قطر بالشراكة مع كوريا الجنوبية وكندا والدنمارك وسيرليون مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لمكافحة جائحة كورونا. هذه المبادرة مشاهدينا تسجل في مسار التزام قطر المستمر بالتعاون الدولي متعدد الأطراف من أجل الإنسانية. نتابع معا هذا التقرير ونبدأ النقاش بعد قليل. مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لمكافحة جائحة كورونا مبادرة أطلقتها دولة قطر مع كوريا الجنوبية وكندا والدنمارك وسيراليون، وذلك في حدث افتراضي لإطلاق المجموعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود القطرية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة القضايا الصحية الناشئة والعمل على إرساء استراتيجية موجهة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في رسالة وجهها عبر الفيديو عن استعداد دولة قطر للعمل مع مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لتصبح منصة رئيسية لتبادل الآراء حول كيفية الاستجابة الفعالة لمكافحة جائحة كورونا. كما أعرب عن التزام دولة قطر بتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتعزيز الاستجابة الجماعية وتشجيع التضامن بين الدول الأعضاء. وتهدف مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي إلى توفير منصة غير رسمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية الناجمة عن جائحة كورونا، والعمل على جعل المنظمة الأممية تلعب دورا مركزيا في تنسيق استجابة عالمية قوية لهذا الوباء من خلال تعاون دولي عملي بين جميع أعضائها. وفي الوقت الذي تعمل فيه دولة قطر على تطوير التعاون الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تواصل المملكة العربية السعودية عبر برامج مختصة في التضليل الإعلامي نشر أخبار زائفة حول ما تدعيه من انتهاك لحقوق العمالة في قطر. الصور التي قدمتها وسائل التضليل هذه للبرهنة على ما تدعيه تم التقاطها في السعودية ذاتها، حيث تظهر في الصورة أرقام الهواتف السعودية المعلقة على مساكن العمال. هذا ما يؤكد مرة أخرى إمعان هذه الجهات في استبلاه المتفرج السعودي، حيث قدمت في مناسبة سابقة صورا لمعدات التعقيم القطرية في شوارع الدوحة في معرض الحديث عن تعقيم شوارع الرياض.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن وكما تابعنا طبعا سيد صادق هذا التقرير، دولة قطر أطلقت مبادرة بمقر الأمم المتحدة من أجل مكافحة هذه الجائحة، هذه الأزمة، أزمة كورونا، مع عدد كما ذكر قبل قليل في التقرير، مع عدد من دول العالم، كوريا الجنوبية، كندا، الدنمارك وسيراليون. بداية، ماذا تمثل هذه الخطوة برأيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. جائحة كورونا قسمت العالم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول وهو قسم سلبي، وهي الدول التي تحاول أن تحتكر الممارسات وخطط العلاج والمعقمات والكمامات لمصلحتها الشخصية فقط دون مساعدة الآخرين، ودول أخرى مغلوب على أمرها لا تستطيع مواجهة هذا الوباء منفردة، ودول وقسم ثالث ومن ضمنها دولة قطر، وهي دول قليلة، هي من دول إيجابية، وهي من تحاول أن تعمم هذه الممارسات الصحية والطبية في مواجهة كورونا، وأن يستفيد العالم أجمع من هذه الممارسات، وألا تبقى حكرا على مجموعة قليلة من هذه من الدول. فلذلك قطر من هذا المبدأ انطلقت من بداية أزمة كورونا إلى الوقوف إلى جانب الدول المتضررة، سواء بإرسال معدات طبية، سواء بإرسال معونات غذائية أو أي مساعدات يعني تطلبها هذه الدول. واليوم على سبيل المثال تلقى حضرة صاحب السمو اتصال من المستشارة الألمانية ميركل، شكرت سموه على وقوف دولة قطر إلى جانب ألمانيا في هذه الأزمة، وشكرت أيضا الخطوط الجوية القطرية التي نقلت الكثير من الألمان العالقين في مختلف دول العالم. إذن دولة قطر في هذه الأزمة وفي وقت الضيق فهي تمد يدها إلى الأصدقاء والأشقاء لمساعدتهم في الخروج من هذه الأزمة بأقل ضرر. المجموعة التي أعلن عنها سعادة وزير الخارجية يوم أمس وتضم خمس دول كما ذكر التقرير، وهي قطر وكندا وكوريا الجنوبية والدنمارك وسيراليون، هي مجموعة تهدف إلى تبادل الخبرات الصحية في هذا المجال والمساعدة على تخطي هذه الأزمة الصحية والاقتصادية أيضا، لأن كورونا أثر كثيرا على الاقتصاد صحياً العالمي صحيا سياسيا اقتصاديا، صحيح؟ نعم، في كل المجالات. فلذلك لابد من تكاتف الدول بعضها مع بعضها البعض لتخطي هذه الأزمة، نعم، بأقل قدر من الخسائر وأقل قدر من الأضرار وأقل قدر من الخسائر البشرية أيضا، لأن يعني كورونا إذا تمكن من دولة ما فتكون الخسائر الاقتصادية والبشرية جماعية كبيرة جدا، نعم، وتشكل أزمة كبرى لهذه الدول التي لا تستطيع منفردة حل هذه الأزمة أو تخطيها في الوقت المناسب والعلاج المناسب. نعم. فلذلك قطر رأت أن من دورها الإيجابي في المجتمع الدولي أن تقف إلى جانب من يحتاجها في هذه الأزمة، وشكلت هذه المجموعة لتعزز رؤيتها في تعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية. ودولة قطر في كل مناسبة تسعى إلى دعم برامج الأمم المتحدة، سواء كانت هذه البرامج إنمائية أو تعليمية أو صحية أو أي مجال من المجالات الأخرى أو دعم اللاجئين، ولدولة قطر تاريخ طويل في هذا المجال. سوف نأتي على ذكر، نعم صحيح، سوف نأتي على ذكر هذا العمل الإنساني السيد صادق، لكن أنتقل الآن إلى الدكتور أديب. كما استمعنا إلى السيد صادق حديث عن أهمية هذه المبادرة بحسب ما جاء فيها، وهي منصة لتبادل الآراء وأيضا حول كيفية الاستجابة لمكافحة جائحة كورونا. دكتور أديب، كيف تتابع طبعا هذه أهمية هذه المبادرة، وما هو الدور التي يأتي من خلال أو في إطار تعزيز التعاون المتعدد الأطراف؟ نعم، الحقيقة أنه المبادرة الأخيرة هي تأتي في سياق البعد الإنسانوي في السياسة الخارجية القطرية، يعني هو ليست منفصلة وإنما منسجمة تماما مع الخط الذي انتهجته دولة قطر منذ فترة طويلة في الاهتمام بالأبعاد الإنسانية، الأبعاد المتعلقة في الظروف التي تأتي على ربما أولئك الذين يتعرضون لكوارث ربما طبيعية أو غير طبيعية. نحن أمام كارثة حقيقة تمس العالم ككل،
فأعتقد أنه البعد الإنسانوي في الموضوع هذا المعقلن اتجه الاتجاه السليم، بمعنى أنه اختار البعد اللي هناك فيه ضعف في الأداء الدولي وحاول أن يتدخل في الوقت المناسب. نحن نلحظ حقيقة الآن أن هناك منظمات دولية عديدة وحتى منظمة الصحة العالمية كان أداءها خلال الفترة السابقة أداء على الأقل أنه مختلف حوله، لم يكن الأداء المنتظر والمتوقع من هذه المنظمة على الصعيد الدولي، على الصعيد جمع الجهود ربما الدولية، جمع الجهود الخبراتية العملية العلمية حتى، بحيث يخرجون بشيء عملي على أرض الواقع. لذلك أنا أعتقد أن هذه المبادرة مهمة لإصلاح خلل هيكلي حقيقي في المجتمع الدولي يتعلق بطبيعة أداء المنظمات الدولية عموما المتعلقة في الجانب الصحي، سواء كان منظمة الصحة العالمية أو الجمعية الصحية العالمية أو حتى أولئك القطاعات الصحية المتعلقة بهذه الدولة أو تلك. نحن نجد الآن للأسف على الصعيد الدولي هناك نوع من التنافسية السلبية في البحث عن علاجات لهذا المشكل، علاجات لهذه الكارثة التي قد تكون. دكتور عفوا قبل أن ننتقل السيد صادق، استكمالا لما تحدثت به، نرى العديد من دول العالم تنظر في أمورها الداخلية بغض النظر عن مسألة التعاون بين الدول في مواجهة هذه الجائحة، لماذا برأيك؟ للأسف نعم للأسف، انه والعالم حتى الآن بعد مضي تقريبا قرابة 100 عام على بداية توجه العالم نحو بناء منظمات دولية تعتني وتهتم بالأمن والسلم الدوليين، إلا انه لحتى الآن لم يستطع المجتمع الدولي ترسيخ روح التعاون ما بين الدول بين بعضها البعض للبحث عن حلول للقضايا والمشاكل العامة التي تواجههم ككل. نحن نعلم أنه ليست هي المشكلة الوحيدة التي تواجه العالم، نحن نعلم أنه هذه مشكلة من ضمن مشاكل عديدة تواجه كل البشرية، سواء كانت متعلقة بالتلوث البيئي، المناخي، الإرهاب، العنف، حقوق الإنسان، الكوارث الطبيعية التي تصير في المجتمع. وأتى كورونا وأكمل هذه الأزمات تماما، والعالم ما زال كل دولة تحاول البحث عن حلول بشكل منفرد. لذلك أنا أعتقد أنه أهمية هذه المبادرة جاءت من أجل إصلاح ربما أنا أعول على أن تكون ربما بداية لإصلاح في المنظومة الهيكلية المتعلقة بالجانب الصحي على المستوى الدولي، وليست فقط للتعاطي ربما الآني مع مشكلة كورونا. وهذا حقيقة ربما إذا أتحت لنا الفرصة نتحدث عن الموضوع في أسئلة قادمة نتحدث عنها بشكل أوسع. نعم، عودة إليك السيد صادق، حديثك قبل قليل واستكمالا أيضا لما تحدث به الدكتور أديب، أنه دولة قطر تقف على دورها الإقليمي، دورها الدولي في مسألة التعاون، تعزيز تبادل الآراء حول مواجهة هذه الجائحة. اليوم السؤال، ما هي حاجة دولة قطر؟ خلنا نكون اليوم أكثر وضوح، حاجة دولة قطر للوقوف بهذا الدور في وقت نرى فيه العديد من الدول تنظر في أمورها الداخلية بدلا من النظرة الخارجية. يعني اليوم الأخبار التي تأتينا من أوروبا، من الغرب بشكل عام، من آسيا، من العديد من دول العالم، وكأن الدول اليوم نظرت في أمورها الداخلية أكثر من مسألة التعاون، حتى وإن كان بشكل رسمي الدولة الفلانية تحاول المضي قدما في مسألة كذا وكذا، لكننا نرى على أرض الواقع القليل مثل هذه المبادرات. نعم، قطر تؤمن أنها لا تعيش وحيدة في هذا الكوكب، وأنها ضمن دول العالم، وأن دول العالم يجب أن تتكاتف بشكل أكبر من ما هو موجود الآن. وقطر دائما تدعم هذه الرؤية، سواء كانت هذه الرؤية مرتبطة ببرامج للأمم المتحدة أو من أهدافها الأساسية في الأمم المتحدة. يعني قطر دعمت الأونروا في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها هذه المنظمة بعد توقف الدعم الأمريكي، واستطاعت قطر تقليص العجز في المبالغ المالية التي تقدمها هذه المنظمة لإخواننا اللاجئين الفلسطينيين. أيضا قطر تدعم اللاجئين السوريين في كل مكان، والمشكلة أخي العزيز أن 80% من اللاجئين أو مشكلة اللاجئين في العالم تنحصر في منطقة الشرق الأوسط وفي دول أصلا تعاني من مشاكل في اقتصادها وفي بنيتها التحتية، فهذه الدول تتراكم عليها هذه المشاكل بعد وجود اللاجئين فتحتاج إلى مساعدة العالم، فقليل من دول العالم من قدم هذه المساعدة، ومن ضمن هذه الدول القلائل هي دولة قطر.
وموضوع مكافحة الأوبئة ليس بجديد على دولة قطر، فهي من عامين كان سمو الأمير في الأمم المتحدة وأعلن عن إنشاء صندوق لدعم اليمن في مكافحة الكوليرا، وأيضا قطر قدمت 10 مليون دولار لمؤسسات الأمم المتحدة لدعم مكافحة الأوبئة، وهذا كله من سنتين. فبالتالي قطر يعني نظرتها لهذا الأمر ليست نظرة آنية وليست نظرة مرتبطة بحدث كورونا فقط، بل هي ترى أن يجب على باقي الدول أن تحذو مثل هذا الحذو وأن تستثمر في بناء الإنسان أكثر من ذلك. ولكن هناك دول أخرى لا يهم هذا الأمر، بل هي من تزيد الأمور سوءا، وهي من تعمل على زيادة هذه المشاكل في البلدان الأخرى. وقطر أيضا تضررت من 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 جيرانها في أزمة الحصار، وهناك ضرر اقتصادي وهذا لم يمنع، أبقى معك سيد صادق، وهذا لم يمنع اليوم مسألة العزلة القطرية، هذا واضح في أجندة تلك الدول قبل قليل ذكرت ذلك. لكنها نرى دولة قطر اليوم في كثير من المحافل الدولية تخرج من هذه المسألة، من هذا التخطيط الذي كان معد مسبقا لعزل هذه الدولة. نراها اليوم تقود المبادرات، نراها اليوم تقف على واجبها الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين، وبالمناسبة نقولها دائما هذا واجب وليس منا. نراها اليوم تقف إلى جانب الأصدقاء إيطاليا الصين في مثل هذه الظروف الاستثنائية. بالطبع هو كان من ضمن أهداف دول الحصار في هذه الأزمة أن يتم تحجيم دور دولة قطر الدولي، وأن تكون في عزلة، وأن تنشغل بهذه المشكلة ولا تقوم بأدوارها السياسية والإنمائية في العالم. ولكن ولله الحمد قطر ضاعفت من يعني مبادراتها الإنسانية، وضاعفت من مبادراتها السياسية، وأصبح لها خط معروف سياسيا في هذه المساعدات. وقطر يعني أعيد وأكرر دائما في كل مناسبة أن قطر لا تريد من هذا الأمر يعني استغلال إعلامي أو منافع سياسية تعود عليها من مساعدة الصديق وقت الضيق، بل هي تريد من هذا الأمر أن ينعم الجميع بالسلام والاستقرار كما تريد هي أن تنعم بالسلام والاستقرار. فبالتالي هذه وجهة النظر القطرية مستمرة، وسمو الأمير وكل القطريين وكل من يعيش على أرض قطر فخور بهذه المبادرات، ونفخر بما يقوم به سمو الأمير من مبادرات إنسانية وسياسية واجتماعية، سواء كانت في دولة قطر أو في المحيط العالمي بالكامل. نعم، أنا هنا أتوقف دكتور أديب عند دور المنظمات الدولية. حديثي قبل قليل بأنه هناك مبادرات، هناك تحرك من قبل العديد من دول العالم يعني في مسألة النظر، لكنك تعرف وأنت أستاذ في العلاقات الدولية طريقة التطور من عصبة الأمم، الحرب العالمية الثانية، ثم الاتيان بالأمم المتحدة. اليوم هناك دور منوط في تلك المنظمة لأنها هي المنظمة الأكبر دوليا الجامعة للمجتمع الدولي. ما هو المطلوب برأيك من تلك المنظمات اليوم وعلى رأسها طبعا الأمم المتحدة؟ ما هو الدور المنوط بمثل هذه المنظمات تحديدا في مثل هذه الأزمات؟ أولا علينا أن نتفق بأنه لا يمكن لدولة منفردة سواء كانت دولة عظمى أو غير عظمى أن تقوم بالواجب المنوط بها وحدها، صحيح، وأن تواجه المشاكل المتعلقة في الكون وحدها. يعني نحن نعايش مشاكل حقيقية متعلقة في الفقر كما قلت، في الجهل، في الأمية، في المرض، في كثير من القضايا. هذه لا يمكن لدولة وحدها أن تصفق، ليد واحدة أن تصفق وتخرج في الأخير بحلول. إن للأسف أن المنظمات الدولية الحالية القائمة حاليا وعلى رأس حتى منظمة الصحة العالمية للأسف أنها دعتنا للتعايش مع اختلالات هيكلية موجودة في على وجه البسيطة. يعني كيف يعقل أننا على الآن في القرن 21 ونحن نتحدث الآن عن كورونا، وكورونا حتى الآن ضحايا حدود 300,000 وفاة، وحدود تقريبا 3 أو 3.5 مليون أو ربما 4 مليون إصابة، تجاوز كيف نتحدث قرب من 5 مليون. نعم، كيف
نتحدث دكتور عن موضوع هذا وفي ذات الوقت نتعايش مع حقيقة أنه لحتى اللحظة هذه يتوفى كل عام ما يقرب من 1.7 مليون شخص من في الدول قليلة الدخل، في الدول منخفضة الدخل نتيجة السل فقط نتيجة مرض السل، وعدى عن 10 أو 12 مليون إصابة في العام الواحد. وتعرف أن هذا مرض يمكن التغلب عليه، ولكن الذي يدعوهم لعدم التغلب عليه في هذه الدول أنها قليلة ذات اليد، ليست عندها التطعيمات اللازمة، دول فقيرة. إذن المنظمة الدولية يفترض أن يكون على رأس أجندتها وأولوياتها أنه على الأقل الأمراض التي يمكن التصدي لها والأدوية موجودة يمكن تقليلها. بالضبط، يمكن ينبغي ويجب على رأس أولوياتها أن تضع كيفيات للتخلص من هذه الأزمة الموجودة عالمي، الاختلال الهيكلي العالمي. لا يمكن التعايش مع هذا الضرر. ولي أن أتخيل، ربما لي أن أتخيل والأستاذ المشاهدين يتخيلوا، لو أنه 300 الآن اللي عم بنشوفه في أوروبا وفي أمريكا الإصابات المنتشرة بشكل كبير في كورونا، لو كانت هذه في عالم ثاني، لو كانت في أفريقيا على سبيل المثال، كيف لو كانت هذه الإصابات في أفريقيا؟ كيف لو كانت في دول من دول العالم النامي وبقيت في هذا العالم وبعيد عن أوروبا وبعيد عن أمريكا؟ هل كان ستحظى بهذه الأهمية سواء كان منظمة الصحة العالمية أو حتى من الدول الكبرى أو حتى من الإعلام العالمي؟ حقيقة الفجز، الأرقام اللي عم نشوفها في حتى اللحظة، إحنا عندنا تقريبا 54 مليون يتوفون كل عام نتيجة الأمراض، أبرز 10 أمراض في العالم يتوفى جراءها 54 مليون. على الأقل نصف هؤلاء يمكن التصدي للأمراض اللي بتصيبهم. لذلك يا محترم والسادة المشاهدين ككل، لابد أن يكون على رأس المنظمة الدولية التي تهتم في البعد الصحي، وأرى أنه ربما إن شاء الله تكون ربما دولة قطر وبالمبادرة التي بدأت بها تحرك شيء في هذا الاتجاه، أن يكون على رأس أولوياتها أن تضع حد لهذا الاختلال اللي مش معقول، غير المعقول أبدا وغير المعقول أبدا التعايش معه. لا يعقل أن يكون الفقراء في العالم يدفعون ثمن السل الموجود، ثمنه في كل أنحاء العالم موجود ثمنه، الملاريا في بلد زي زي تشاد وكينيا على الأقل 2 مليون وفاة، قرابة كل عام بيتوفون جراء الملاريا. هل يعقل في القرن 21 2 مليون؟ طب أين الإعلام الذي يتحدث عن الملاريا والسل وما إلى ذلك التي يمكن التغلب عليها؟ لماذا يركزون فقط على موضوع كورونا؟ أنا لا أقلل من أهمية الحديث عن كورونا، ولا أقلل أبدا من أهمية الضغط الإعلامي والضغط حتى المجتمعي والضغط السياسي الباحث عن وضع حد لمشكلة كورونا، لكن أقول أن هناك لابد أن يكون هناك مبادرات من منظمات دولية، وربما تكون هذه المبادرة القطرية مبادرة رائدة في هذا المجال، أن يكون هناك توجه لوضع حد الاختلال الهيكلي الضارب أطنابه أفقيا في العالم ككل. متى يمكن أن يكون هذا الكلام؟ أنا أرى أن ربما هذه تكون على الأقل الحجر الذي يحرك البركة الراكدة على الصعيد الدولي إن شاء الله. نعم، ناهيك دكتور عن بعض الأمراض اللي ذكرت قبل قليل بأنها أصبحت يعني صفرية في كثير من الدول المتقدمة، يعني الملاريا وغيرها والسل من هذه الأمراض التي كنا نسمع بها قبل الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية. ليست موجودة يا دكتور، ليست موجودة على أجندة الدول، ليست موجودة في الدول المتوسطة الدخل ولا في المرتفعة الدخل، فقط في الدول منخفضة الدخل، بمعنى أنه يمكن التغلب عليها لو كان هناك حقيقة إرادة دولية هذا لوضع حد هذه المشاكل. هذا بالإضافة أيضا دكتور إلى يعني نظرية المؤامرة، اليوم الاحتراب الإعلامي ما بين الرئاسة في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في الصين، هذه أقدمت على عمل هذا الفيروس، والجهة الثانية تقول لا هو أقدم من معامل في وهان إلى آخره من هذه. أنا سأعود إلى السيد صادق، طبعا حديث قبل قليل على الدور القطري، إيجاد تعاون دولي لمواجهة هذه الجائحة، لكن في المقابل الملاحظ أيضا السيد صادق أن هناك بعض الأطراف للأسف تسعى إلى تضليل المتلقي من خلال افتراضية أو تساؤل للمتلقي، كيف لقطر أن تقود مثل هذه المبادرات الأممية لمواجهة هذه الأزمة وهي تنتهك في الأساس حقوق العمالة في دولة قطر؟ رأينا طبعا مقطع مركب في التقرير قبل قليل عن دور دولة قطر وأنها تنتهك إلى آخره العمالة الوافدة في دولة قطر. برأيك نحن في أزمة،
أزمة كورونا، وبالأساس قبل كورونا نحن في أزمة خليجية، لكن استمرار وترديد مثل هذه الأكاذيب والفبركات والتي أصبح المتلقي اليوم في غنى عنها، لماذا نراها اليوم تتكرر بشكل مستمر برأيك؟ يعني أولا حتى نفهم ما يجري في السعودية يجب أن نعرف ما هي السياسة المتبعة هناك بعد تولي بن سلمان الحكم أو ولاية العهد. هي سياسة الخبز والسرك، وهي سياسة تعتمد بالمقام الأول على الإلهاء. هناك الكثير من الأسئلة التي لا يريد النظام السعودي من الشعب أن يتداولها وأن يبحث عن أجوبة لها، فبالتالي الوسيلة لهذا الأمر هو الإلهاء ويعني توجيه تفكيره إلى منطقة أخرى بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه، لإبعاد المواطن تقصد، لإلهائه وإبعاد عن التفكير بصورة عامة. فما هي الوسيلة التي يراها مناسبة؟ وهي وسيلة الفبركات، مثل ما كان الأسبوع الماضي هناك انقلاب وهمي في الوكرة، هناك يعني قبلها بأسابيع كان سرقة صور من التلفزيون لتعقيم وزارة البلدية في شوارع الدوحة والدعوة أنها من السعودية، مثل قصة العمال التي ذكرتها. قطر لا تحتاج إلى إثباتات وبراهين أنها تعامل العمال معاملة إنسانية، ولا تحتاج إلى شهادات دولية، فهي تعمل ذلك من يعني منطلقات أهمها الدين الإسلامي، النخوة العربية، نحن نحترم الضيوف، دولة قطر تحترم من يعمل لديها، دولة قطر لا تقصر في حق من حقوقه، سواء كان حق مهني أو حق في الصحة أو حق في التعليم أو حق في المعيشة المحترمة. فبالتالي نفهم لماذا تقوم السعودية بذلك. وماذا عن المتلقي برأيك سيد صادق؟ ماذا عن المتلقي الخليجي بشكل خاص والعربي؟ هل وصل إلى قناعة بأن مثل هذه الأخبار والفبركات والأكاذيب الهدف منها هو تشتيت أو نقل المواطن من أزمة داخلية إلى مسألة أخرى؟ في الواقع هناك فئة كبيرة من الشعب السعودي على وعي بما يحدث ويعلم أن هذه وسيلة إلها، ولكن هناك العديد من أو قطاع من قطاعات الشعب السعودي يعني يفرح ويضحك بهذه الفيديوهات المفبركة ويمشي يومه، يعني احنا في حجر صحي جميعنا، فبالتالي نريد وسيلة للتسلية. وسيلة التسلية في السعودية هي في الفبركات وفي الفيديوهات وتجاه قطر والشائعات، وهناك انقلاب في الوكرة، وهناك انقلاب في ما أدري ما أعرف في وين، وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي يملكونها الآن. نعم. للإلهاء، وخصوصا بعد توقف برامج الترفيه بعد جائحة كورونا، فلم يجدوا طريق إلا مثل هذه الشائعات والفبركات. نعم. قبل طبعا أن أختم دكتور أديب هذا المحور، أود التوقف عند شكل هذا النظام الدولي، وكيف تتعامل طبعا الدول في ظل استمرار هذه الأزمة. اليوم لا شك هناك مشاكل اجتماعية، سياسية، اقتصادية، حتى ثقافية جراء استمرار مثل هذه الأزمة. برأيك هل سيشهد هذا النظام تغيرا على الأقل في أحاديته القطبية؟ ونرى كيف تتعامل الدول على الأقل. اليوم قوة عظمى، اليوم النظام الدولي أحادي، الولايات المتحدة هي من تقود هذا النظام الدولي، لكن ماذا عن شكل هذا النظام فيما إذا انتهت هذه الأزمة أو هذه الجائحة برأيك؟ هو حقيقة هذا سؤال معقد حقيقة، لكن الأكيد في الموضوع هذا المقولة الدارجة التي أصبحت لدى الكل أنه ما بعد كورونا لن يكون كما كان قبل كورونا. لكن فيما يتعلق بالأحادية القطبية وثنائية القطبية وتعدد القطبية، أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عنها، لأنه معنى القطب الدولي في الحقيقة يعني معنى يتجاوز مسألة حتى البعد الاقتصادي، يعني حتى لو بلغت الصين أنها وصلت إلى مستوى الدخل الذي يدخل إلى أمريكا أو الإنتاج لدى الصين تماما كالأمريكي، هذا لا يعني أنه ارتقت إلى مستوى القطبية. القطبية تعني هناك منظومة ثقافية، منظومة اقتصادية، منظومة اجتماعية متكاملة، منظومة أيديولوجية متكاملة. لذلك لابد أن يكون هناك، إذا بيكون حدا من المجتمع الدولي يطرح نفسه كقطب، لابد أن يكون هناك منظومة. إذا تذكر يا دكتور محمد وأنت أستاذ في العلاقات الدولية، إذا تذكر فيما يتعلق بالثنائية القطبية كان هناك منظومة قيمية، منظومة
ايديولوجية، منظومة ثقافية، منظومة اقتصادية قائمة بحد ذاتها امام المنظومة الرأسمالية. هذه لحد الان حقيقة لا ارى تبلورها، لا ارى ان هناك تبلور لفكرة المنظومة التي ربما يمكن اطلاق اسم على الاقل او لقب قطب عليها. لكن على الاقل هل العالم ما بعد هذه الأزمة او سيكون تماما كما العالم قبلها؟ انا ارى ان هناك نتوءات حقيقة أصبحت بارزة الآن في هذا المجتمع. هناك قضايا ومثالم أصبحت واضحة تماما في وجه الرأسمالية الغربية. نحن وجدنا أن هناك عودة وانتكاسة ومحاولة الرجوع إلى الذات والحمائية والتراجع عن فكرة العولمة التي نظروا لها طويلا، سواء والدولة القومية أيضا دكتور تماما. نعم. لذلك أرى أن هذا سيترك آثار حقيقة عميقة. نعم. على النظام الرأسمالي. شكرا. وربما من هذه الأزمة يبرز شيء على الأقل في المدى ليس بالضرورة أن يكون القريب، لكن على المدى المتوسط إن شاء الله. أنا أشكرك طبعا الدكتور أديب زيادة، وأنت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. شكرا يا دكتور، وهذه المرة الأولى التي نلتقي فيها، ونتمنى استمرارية مثل هذه اللقاءات. وأيضا الشكر موصول إلى الأستاذ صادق بن محمد العماري، وهو رئيس تحرير صحيفة الشرق. أيضا شكرا لكم جميعا على الإضافات وأيضا على التحليل، ونتمنى أن نلتقي مستقبلا. شكرا جزيلا. شكرا. إذا ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وننتقل معا إلى الجزء الثاني من الحقيقة لهذه الليلة، حيث نفتح النقاش بعد قليل حول التطورات المتسارعة في اليمن، وتحديدا فيما يحدث الآن في أبين، عدن، سوق طرى. نتابع هذا التقرير ثم نفتح النقاش بعد قليل. اندلعت الاثنين الماضي مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين الجنوبية، في أول مواجهات كبرى بين الطرفين منذ إعلان المجلس الانتقالي إدارة ذاتية لمناطق الجنوب. وسقط قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجانبين في قرية الشيخ سالم شرق مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، فيما أكدت مصادر سيطرة قوات الحكومة على قرية الشيخ سالم وموقع الحواجز شرق مدينة زنجبار بعد مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي. وقال رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في كلمة متلفزة من مقر إقامته في أبوظبي وهو يرتدي بزة عسكرية، إنهم يواجهون اليوم حربا مصيرية تضعهم أمام اختبار حقيقي ليؤكدوا أنهم على قدر المسؤولية. وحث الزبيدي في خطابه أبناء الجنوب على الدفاع عما أسماه بالمكتسبات الوطنية، قائلا: كونوا على أهبة الاستعداد لمؤازرة قواتكم في شتى جبهات القتال وللدفاع عن أرض الجنوب. وقال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي إن قواته تحارب قوات الحكومة المتحدة مع عناصر الإرهاب، وإن الكلمة ستكون على الأرض لرجال الجنوب. في المقابل قال أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الداخلية إن بيانات الرئاسة والحكومة اليمنيتين تجاه إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تكفي، معتبرا أن سكوت الرياض عما يحدث في سوق قطرة وعدن تواطؤ وعليها تعديل موقفها، لافتا إلى أن السعودية طلبت قبل شهر رمضان من الرئيس عبد الرب منصور هادي تأجيل دخول الجيش إلى عدن من شقرى في محافظة أبين. وقال الميسري إن الرئيس هادي لم يكن موفقا عندما وافق على تأخير دخول الجيش إلى عدن استجابة لرغبة السعودية، كما أشار إلى أن مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع إماراتي بامتياز صمم وأعلن ويدار من أبوظبي. وقال وزير الداخلية اليمني إن الإماراتيين شقوا النسيج الاجتماعي في سوق قطرة وأوصلوه إلى حالة الاقتتال، معتبرا أن التحالف اشترى مجموعة من الضباط في سوق قطرة بأموال الإمارات واستولوا على لوائها العسكري. نجدد طبعا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ويسعدني في هذه اللحظات أن أرحب في السيد عبد العزيز آل إسحاق وهو الإعلامي والمحلل السياسي، كما أيضا أرحب بالدكتور مروان قبلان وهو الباحث في العلاقات الدولية. ضيوفنا أهلا وسهلا
في الجزء الثاني من حلقتنا لهذه الليلة. والبداية معك دكتور مروان، تابعنا طبعا هذه المعارك التي اندلعت من جديد بين القوات الحكومية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحديدا في محافظة أبين جنوب شرقي البلاد. لماذا برأيك أبين هذه المرة، وما علاقة أبين بالعاصمة المؤقتة عدن؟ تحياتي لك دكتور محمد أولا وللأخوة المشاهدين. أنت تعرف أنه يعني نحن الآن أمام تفرع من تفرعات الحرب اليمنية، ويبدو لي أن هذا التفرع يطغى على بقية الصراعات التي تجري في اليمن، لأنه أكثر من صراع يجري الآن في اليمن. صراع بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين في الشمال، أو هكذا بدأ الصراع على الأقل، وصراع بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي في الجنوب الذي تدعمه الإمارات، وصراع ثالث يجري مع تنظيم القاعدة، وصراع رابع يجري على الأقل نظرياً بين المجلس الانتقالي الذي يعتبر نفسه أيضا خصم للحوثيين وبين الحوثيين في الشمال. إذن نحن أمام على الأقل أربع صراعات تجري داخل الساحة اليمنية، كل صراع عمليا يعني هو تجلي لتنافس إقليمي دولي في هذا البلد. الآن الصراع الأخير الذي انفجر في شهر آب أغسطس من العام الماضي، والذي دفع بالمجلس الانتقالي، وأنت تعرف دكتور محمد المجلس الانتقالي يعني ظهر إلى يعني إلى الواجهة بالإعلان عن تشكيل هيئته الرئاسية في شهر مايو من العام 2017، يعني اليوم عمره 3 سنوات. صحيح. لكن الصراع تفجر مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في آب أغسطس الماضي، عندما تمكن المجلس الانتقالي، قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، لأنه تعرف أن الإمارات وفرت غطاء جويا لقوات هذا المجلس، التي تمكنت من طرد قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من كل من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى كل من لحج والضالع. بمعنى أنه في الجنوب لم يبقى للحكومة الشرعية حكومة الرئيس هادي سيطرة إلا على 4 محافظات من أصل 7 محافظات. الآن أنا أعتقد أنه هذا الصراع تم استئنافه، لأنه اتفاق الرياض، لأن السعودية بتعرف دخلت وسيطا بين المجلس الانتقالي من جهة وبين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في شهر آب أغسطس من العام الماضي، وتمكنت في شهر نوفمبر من التوصل إلى اتفاق هو اتفاق الرياض، ونص على بنود عديدة، أهم طبعا هو تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال وبين الجنوب. لكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه إلى التطبيق على الإطلاق، بدليل أنه تم طرد رئيس الحكومة معين عبد الملك من عدن عمليا مرة أخرى من قبل المجلس الانتقالي في شهر فبراير من هذا العام، يعني من هذا العام. نعم. من هذا العام. الآن بالفترة الأخيرة تجددت يعني المخاوف نتيجة عدم القدرة السعودية على تطبيق اتفاق الرياض، أي إجبار طبعا المجلس الانتقالي على الالتزام بهذا الاتفاق. يبدو أن هناك استعدادات لجولة جديدة من المعارك، وانطلاقا من أبين، لأنه بتعرف أبين هي أولا المدينة التي ينحدر منها الرئيس هادي نفسه، وهذه المدينة هي الطريق إلى عدن. يعني إذا أرادت الحكومة الشرعية أن تعود إلى عدن، أن تعود للسيطرة على عدن، طريقها الرئيس عمليا هو دكتور هل سيسمح، فهمنا الخريطة في 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 المحافظات الجنوبية، تقول من عدن من أبين الطريق الوحيد إلى العاصمة المؤقتة، هل سيسمح للحكومة الشرعية اليوم أن تستخدم على الأقل النفوذ المتوافر لديها من أجل الوصول إلى العاصمة عدن؟ هل سيسمح التحالف بذلك؟ هلا هذا سؤال كبير، لأنه طبيعة العلاقات الإماراتية السعودية يعني في الوقت الذي يبدو أن هناك تنافسا سعوديا إماراتيا في الجنوب على يعني استمالة واستقطاب قوة موجودة على الأرض بما فيها المجلس الانتقالي، يعني أنا اليوم أرى بأن هناك رغم أن المجلس الانتقالي مدعوم من الإمارات، لكن هناك واضح أنه محاولات سعودية، لأن السعودية هي التي تدعم الحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرئيس عبد ربه منصور هادي موجود في الرياض، والسعودية تعتبره هو الحكومة الشرعية، ومن أجلها تدخلت في اليمن من أجل صد الهجوم الحوثي على الجنوب ورد الانقلاب الحوثي. لذلك أنا يعني السؤال على هذا أو الإجابة الأحرى على هذا السؤال ترتبط بمدى تطور العلاقة بين السعودية وبين الإمارات. هل سينفجر هذا الخلاف السعودي الإماراتي بشكل علني بحيث وهذا يعني وكلاء كل طرف على الأرض يتقاتلون؟ نعم. أم نرى أن السعودية داهية باتجاه استقطاب مزيد؟ لأنه أنا أرى أن السعودية يعني في بعض المناحي تحاول إضعاف سلطة المجلس الانتقالي، وفي مناحي أخرى يعني تحاول أن تقدم نفسها وكأنها ليست طرفا في هذا الصراع وإنما هي وسيط، لكن في نفس الوقت تضعف هذا الطرف وتضعف ذلك الطرف وتعزز نفوذها على الأرض، ليس فقط في عدن وإنما في مناطق أخرى. نعم. في جنوب اليمن. نعم، استمعنا طبعا سيد عبد العزيز إلى الدكتور مروان
القوات الحكومية تسعى لاستعادة السيطرة على محافظة أبين، ومنها الدخول مباشرة إلى العاصمة المؤقتة عدن. هنا نرى فقط قوات عبد ربه منصور هادي أو قوات الحكومة اليمنية الشرعية، أين تحالف عودة الشرعية، تحالف عودة هادي إلى سدة الحكم في صنعاء؟ لماذا أصبح في صفة المتفرج برأيك؟ يعني دكتور، أولا يجب أن نعرف أن هناك أهمية استراتيجية كبيرة لأبين بحكم أنها تمتلك شريط ساحلي يمتد تقريبا 300 كيلومتر، وأيضا بعدها عن العاصمة صنعاء أكثر من 500 كيلومتر، وقربها الشديد من عدن. هذا يعني يعطيها أهمية استراتيجية كبرى لمن يريد السيطرة ومن يسعى إلى الانفصال عن اليمن، يمكنه ذلك من خلال السيطرة الكاملة على أبين ومن ثم السيطرة على عدن. الحقيقة أنه الأمر في عدن في أبين واضح تماما أنه تحت السيطرة الإماراتية. لو رجعنا إلى وراء قليلا، قبل شهر تحديدا، القوات السعودية أو الحكومة السعودية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لدعم قوات منصور في أبين. وما حدث يعني هو من طرائف العملية العسكرية في اليمن أن القوات الإماراتية منعت التعزيزات العسكرية من دخول أبين وأوقفتها، ولم تسمح لها بدخول أبين إلا بعد أن صدر أمر من الإمارات بالسماح للقوات السعودية بالدخول إلى أبين. هذا يوضح لك تماماً من يسيطر على المشهد في أبين، من يقود العمليات، ومن هو فوق من عسكريا في هذه المنطقة. صحيح أن السعودية تدعم الحكومة الشرعية، وأنا يعني استمعت قبل لحظات للدكتور مروان، لكن أيضا هذا سؤال يجب أن نطرحه اليوم، هل فعلا السعودية تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، أم أن السعودية تسيطر على الحكومة الشرعية من خلال يعني السيطرة على الرئيس اليمني في السعودية، منعه من الخروج، السيطرة على القرار اليمني في ظل وجود الرئيس هناك، وبالتالي هي تسهل ربما العمليات للإمارات بشكل أو بآخر. سيد عبد العزيز، لأبقى معك، لنفترض عدد من السيناريوهات، بناء عدد من السيناريوهات، لنفترض بأن المملكة العربية السعودية في حالة خلاف مع الإمارات فيما يقوم به المجلس الانتقالي اليوم، لنفترض بأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى توحيد اليمن، يمن موحد، والإمارات عكس ذلك، وهذه واضحة طبعا من أجندة الإمارات العربية واضحة كل الوضوح. لنفترض أولا السيناريو الأول بأن المملكة مختلفة، فكيف سينعكس على الحكومة الشرعية؟ السيناريو الآخر لنفترض بأن هناك لنقل مؤامرة أو اتفاقية ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الأقل من تحت الطاولة، لتبيان بأننا في حالة خلاف، ولكن مسألة تقسيم اليمن مقبلة مقبلة مقبلة. طيب، إذا ذهبنا إلى السيناريو الأول وهو أن هناك خلاف، كل الشواهد بما فيها ما حدث في أبين قبل شهر، بما فيها المواجهات التي حدثت في صنعاء، بما فيها الانسحابات المتكررة من سقطرة وغيرها، تؤكد أن القرار إماراتي بحت، وأنه كلما حاولت السعودية أن تدخل في منطقة خلاف مع الإمارات وجدت نفسها أضعف من أن تدخل في هذا الخلاف، ونجدها إما تنسحب إما تطلب من الإمارات بعض ربما يعني اللين في هذه المنطقة، انسحاب تكتيكي مؤقت، الدفع بقوات غير إماراتية. يبدو فعلا أن القرار حتى في الخلاف السعودي الإماراتي، يبدو أن القرار الإماراتي والكلمة العليا هي للإمارات على القرار السعودي. الآن لو ذهبنا إلى السيناريو الآخر وأن هناك اتفاق بناء على الشواهد التي نراها والتي تتكرر، أنا أرى أنه أيضا هذا سيناريو يجب أن يسأل اليمنيون أنفسهم هذا السؤال، هل فعلا هناك مؤامرة بين التحالف وبين يعني المجلس الانتقالي، بين الحوثي، بين أي طرف ثالث ليسعى من خلاله الإماراتيون إلى تحقيق أهدافهم في اليمن؟ فكرة توحيد اليمن أنا وأنت والمشاهدين كلنا نعلم يعني منذ سنوات أنها غير مطروحة، ولم يكن هذا سبب التدخل، ولا هذا هو هدف لا التحالف الإماراتي ولا السعودي ولا لا أي حتى طرف ثالث. هي فكرة تقسيم اليمن هي الفكرة القائمة الآن، هي الفكرة الموجودة، ولكن الفكرة الموجودة عند الإمارات ليس فقط تقسيم اليمن، ولكن تقسيم اليمن والسيطرة على خيراته، وهو هذا الأساس. الإمارات تريد أن تقسم اليمن
تسيطر على الخيرات والمناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها، وأن يبقى الجزء الذي لا تريده الإمارات عبئا ثقيلا على السعودية وعلى الحكومة التي تغطيها السعودية والموجودة الآن في الرياض. استكمالا دكتور لما استمعنا إليه من السيد عبد العزيز، عدد من السيناريوهات، ما يؤكد هذا السيناريو الأخير مسألة تقسيم اليمن، الانتفاع بخيرات اليمن كموقع استراتيجي، أتى بكل وضوح دكتور مروان على لسان نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، أكد هذا الرجل بالحرف الواحد بأن بيانات الرئاسة اليمنية تجاه إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تكفي، وأن سكوت الرياض عما يحدث في سقطرى وعدن هو تواطؤ. هذا الرجل استخدم هذا المصطلح تواطؤ، نظير ما يقام به الآن أو نظير ما المساحة الواسعة التي أعطيت إلى المجلس الانتقال في اليمن. لماذا برأيك أصبح التحالف تحالف عودة الشرعية، هكذا هو التحالف، في موقف المتفرج؟ وما الذي يمنع على الأقل الرياض في أن تقف إلى جانب الحكومة الشرعية؟ ما هي الضغوطات التي يمكن أن نقول إعلاميا سياسيا استراتيجيا قد تؤدي إلى انعكاسها على العاصمة الرياض نتيجة الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية؟ يعني أنا أولا طبعا دكتور محمد، أنا بطبيعة الحال أنا أميل للسيناريو الأول الذي تفضلت به يعني في سؤالك الأستاذ عبد العزيز، اللي هو وجود خلاف إماراتي سعودي في اليمن. يعني أنا أراد الخلاف واضح حقيقة، في خلاف أجندات كبيرة، خلاف تقول دكتور؟ نعم، في خلاف إماراتي سعودي أراه بوضوح، وأرى أنه في أجندات مختلفة للطرفين في اليمن ولهما مصالح مختلفة كليا. هذه الخلافات يعني تظهر رغم أن الطرفين بيحاولوا دائما مداراتها وإخفاءها، لكنها يعني تظهر رغم كل شيء في نهاية المطاف. أنا أعتقد أنه أولا المجلس الانتقالي في الجنوب لديه أجندة انفصالية واضحة، يعني ليس هناك يعني أي أدنى شك حول هذا الموضوع. يعني منذ أن أعلن عن تشكيل هيئته الرئاسية كما ذكرت لك في البداية في العام 2017، وهو يخطو خطوة خطوة استفادة من الظروف، استفادة من ظروف الخلاف الإماراتي السعودي ودفع الإمارات باتجاه هذه الأجندة الانفصالية، لأن الإمارات ما يهمها في اليمن، الإمارات لا يهمها الصراع بين السعودية والحوثيين، يعني دعنا نجعل هذا واضحا. الإمارات يهمها في اليمن القسم الجنوبي لليمن، يهمها الموانئ، يهمها السيطرة على خطوط الملاحة البحرية، لذلك هي مهتمة بسقطرة، هي مهتمة بعدن، هي مهتمة بالمخا، بالحديدة، بهذه المناطق من عمليا الممتدة على طول سواحل اليمن على خليج عدن على بحر العرب وصولا إلى باب المندب والبحر الأحمر، وطبعا الانتقال إلى الجزء الآخر من البحر الأحمر المرتبط بالصومال، المرتبط بجيبوتي، المرتبط بإريتريا، ووصولا إلى مصر شمالا إلى قناة السويس. هذه الأجندة الإماراتية عمليا. الأجندة السعودية أنا أعتقد أنه مختلفة إلى حد واضح فيما يتعلق باليمن. الأجندة السعودية طبعا السعودية لها همين أساسيين في اليمن. الهم الأساسي الأول هو موضوع الحوثيين، لأنها تعتقد بأن هناك تحالف بين الحوثي وبين إيران، وإذا تمكن الحوثي من السيطرة على السلطة وتكريس نفسه في اليمن، هذا سيجعل يعني إيران قد طوقت السعودية تقريبا من ثلاث جهات، لأن السعودية ترى أيضا العراق حليف لإيران في الشمال، إيران موجودة في الشرق بطبيعة الحال على الخليج العربي، وموجودة أصبحت في اليمن، فلذلك السعودية وكأنها الإيران طوقتها من ثلاث جهات بطبيعة الحال. ثانياً الأمر الثاني، السعودية تسعى إلى يعني هناك مصالح سعودية تحديداً في محافظة المهرة، لأن السعودية بسبب أنه دائماً هناك مخاطر قائمة نتيجة التوتر المستمر مع إيران من إغلاق مضيق هرمز، السعودية تريد أن تهرب من تصدير النفط بحر العرب مضيق هرمز. نعم، تريد إنشاء أنبوب نفط من منطقة يعني من منطقة الربع الخالي باتجاه المهرة على بحر العرب حتى تتمكن عمليا من إيجاد طريقة أخرى لتصدير نفطها، لا تكون يعني تحت رحمة الإيرانيين من جديد. هذه أراها المصالح الرئيسية للسعودية في اليمن، وهذه المصالح الأساسية للإمارات في اليمن. الآن السؤال، هل السعودية مع الانفصال في اليمن أم ضد الانفصال في اليمن؟ الجواب تعتقد دكتور؟ أنا من وجهة نظري أن السعودية، هذا الذي يجعل السعودية دائما تحاول أن تحتفظ بهذا الخط المستمر مع المجلس الانتقالي في الجنوب، لا تريد أن تقف في مواجهته بشكل كامل، لأنه على فرض أنه نجح الانفصال، أنت تعرف أن المهرة وحضرموت جنوبية، جزء من اليمن، جزء من اليمن الجنوبي. صحيح. لذلك إذا دخلت في عداء مطلق مع المجلس الانتقالي في الجنوب، فهذا يعني أنه جزء من
مشروعها في اليمن سوف يعني يتعقد كثيرا نتيجة هذه العلاقات. لذلك أنا أرى الصورة بهذه الطريقة. وكأنك تقول النظر تنظر الرياض لمن 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 هو صاحب الكلمة على الأرض. نعم صحيح، يعني في نهاية المطاف هي ستذهب مع من يفرض نفسه على الأرض. لذلك نرى أن الرياض نفسها تحاول أن تكسب المجلس الانتقالي، يعني هناك محاولات من الرياض نفسها بدل أن تهزم المجلس الانتقالي في الجنوب، يعني تدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هذه باتجاه هزيمة ساحقة ماحقة للمجلس الانتقالي وإنهاء فكرة الانفصال بشكل كامل. هي تحاول أن تكسب بعض القوى داخل المجلس الانتقالي بدليل أن هناك اتصالات سعودية مع بعض القوى داخل هذا المجلس تحاول أن تضمهم السعودية إلى جانبها، تخوفا من سيناريوهات كما ذكرت لك مقبلة يمكن أن تؤدي نعم. في الجنوب إلى الانفصال، وبالتالي نعم. لا تريد السعودية أن تعقد علاقتها نعم. مع أي دولة قادمة ممكن أن تظهر في الجنوب في المستقبل. نعم. استكمالا سيد عبد العزيز لما تحدث به الدكتور مروان، طبعا عدد من السيناريوهات المطروحة ونظرة المملكة العربية السعودية إلى اليمن كيمن وإلى اليمن الجنوبي كمنفعة إذا ما تم الانفصال بين اليمن الشمالي والجنوبي. اليوم وزير الداخلية اليمني وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ذكر أن المملكة العربية السعودية طلبت قبل شهر رمضان، هكذا يتحدث الرجل بالحرف الواحد أو بالكلمة الواحدة، طلب قبل شهر رمضان من الرئيس عبد ربه منصور هادي تأجيل دخول الجيش اليمني إلى العاصمة المؤقتة، وأن الرئيس هادي هكذا يقول لم يكن موافقا عندما وافق على رقبة المملكة العربية السعودية في ذلك. السؤال، ما هي حاجة المملكة العربية السعودية في مسألة تعطيل دخول الجيش اليمني إلى عدن هذا أولا، ولماذا استجاب الرئيس عبد ربه منصور برأيك لهذا الطلب؟ يعني أيضا يمكن أن نضيف سؤال ثالث دكتور، وما دور القوات السعودية التي عززت من خلالها السعودية تواجدها في أبين في 6 أبريل الآن في هذا الصراع الموجود في أبين؟ الحقيقة أنه الدور السعودي كما قال الدكتور مروان يبدو يعني غير واضح، يبدو أنه فعلا يذهب إما تحت القرار الإماراتي مباشرة أو لا يريد التصادم كما قال الدكتور مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. يبدو أن يعني رغم أن التحالف ورغم أن هذه الحرب بدأت تحت القيادة السعودية إلا أن المعطيات على الأرض لاحقا تغيرت تماما وأصبحت القيادة المطلقة للإمارات. لهذا أولا لا أعتقد يعني أن السعودية لم تكن تعلم باندلاع هذه المعارك، لأن من يتابع التكتيكات العسكرية في اليمن طوال الفترة الماضية يجدها نسخة مكررة من ما يقوم به خليفة حفتر في ليبيا، وهذا يعني أن مركز القيادة الذي يقود خليفة حفتر والذي يقود القوات الأجنبية هو واحد وهي القوات الإماراتية بالطبع. لهذا لا تعتقد أن السعودية قد اتخذت هذا القرار دون التنسيق مع الإمارات. أيضا لا تعتقد أن تقول تنسيق يعني سيد عبد العزيز، أقول تنسيق، أنا أتفق أنه ربما تكون هناك خلافات على تحقيق الأهداف بما أن الإمارات وصلت إلى مرحلة من القوة على الأرض اليمنية قد لا تحتاج فيها الآن إلى السعودية، وقد تحقق أهدافها في معزل عن السعودية، وقد تحتاج السعودية إلى أن تهادن الإمارات حتى تأخذ بعض المكاسب. لهذا الإمارات اليوم هي في يعني موقع قوة على السعودية. السعودية نسقت مع الإمارات بالتأكيد في هذا اليمن، والسعودية أجبرت عبد الهادي منصور على أن يتخذ مثل هذا القرار مثل ما أجبرته كثيرا، لأنه لا يمكن التصديق أن الرجل الموجود في الرياض لا يأتمر بأمر الرياض ويختلف مع حكومته بهذه الطريقة الموجودة، وتختلف حتى حكومته الممثلة بالوزراء. لكن لاحظ عفوا على المقاطعة، لكن لاحظ سيد عبد العزيز حجم الانتقادات التي تخرج من الحكومة اليمنية وهي في الرياض. على سبيل المثال هذا الرجل وزير الطرق والنقل في الماضي واليوم وزير الداخلية، الكل يتحدث بانتقاد اليوم مصطلحات لم يتعود المشاهد الخليجي والعربي على سماعها، تواطؤ، عمل ميداني، السماح للقوات المجلس الانتقالي بالدخول، خطط مسبقة، تنسيق بين الإمارات والسعودية لتقسيم اليمن. هذه مصطلحات، هذه جمل تخرج اليوم من أفواه ناس مسؤولين في الحكومة اليمنية. صحيح، تخرج من أفواه الحكومة اليمنية وخرجت من قبل من قادة عسكريين محسوبين على الحكومة اليمنية، من محافظين محسوبين على الحكومة اليمنية، من أعضاء مجالس نيابية محسوبين، وبالتالي هذه التصريحات تؤكد أن هناك نوع من يعني دعنا نقول نوع من يعني الحنق على الحكومة السعودية أو عدم الثقة في الحكومة السعودية، ولكن
مجبرين اليمنيين على أن يظلون تحت المظلة السعودية حتى آخر رمق، لأنهم الآن أمام خيار صعب، إما معاداة السعودية وبالتالي سيستفرد الإماراتيون بهم، أو أن يظلوا تحت هذه المظلة السعودية. تقصد الحكومة الشرعية يعني سيد عبد العزيز؟ الحكومة الشرعية يعني إما أن يبقوا تحت يعني المظلة السعودية وإن كانت هذه المظلة ضعيفة، وإن كانت هذه المظلة تخذلهم كثيرا وبالتالي لا يتصادمون مع السعودية والإمارات في نفس الوقت، أو أن يذهبوا إلى المجهول ويتصادموا مع الجميع. وأن لا أعتقد أنهم على الأرض حاليا قادرين على أن يقوموا بهذا الأمر نظرا لكثرة الأعداء على الأقل. يعني أنت اليوم أعداءك يتمثلون في القوات الإماراتية، قوات الجنوبية، القاعدة، الحوثيين، لا تريد أن تخلق عدو إضافي ومتمثل في القوات السعودية، وإن كنت لا تثق في القوات السعودية إلا أنهم أيضا يعني يتميزون في هذه الفكرة ببعض الحكمة اليمنية في عدم استعداء السعودية بشكل كامل. نعم. ومطلق في هذا الجانب. نعم. الملاحظ هنا أيضا دكتور مروان، اليوم كلمة رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي طبعا دعا فيها أبناء الجنوب إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية كما يقول هذا الرجل، ومحاربة، لاحظ هنا، محاربة القوات الحكومية المرتبطة بعناصر إرهابية. من هم العناصر الإرهابية التي تعمل إلى جانب الحكومة الشرعية، ومنذ متى أصبحت إرهابية وهي تقاتل ليل نهار إلى جانب التحالف اليوم وكأن الاستراتيجية غير واضحة؟ هذه من مفارقات الحرب اليمنية حقيقة، لأنه يعني دائما يعني تجد يعني كل طرف عنده اتهامات جاهزة للطرف الآخر، لكن المكتسبات التي تحدث عنها الرجل هي مرتبطة عمليا بإعلان الإدارة الذاتية، يعني إعلان ما يشبه أنه حكومة انفصالية في الجنوب، وتعرف أنه تم الإعلان عنها في الشهر الماضي. نعم. في عدن، يعني بعد أزمة، يعني استفادوا من أزمة ذاتي السيول. نعم. يعني استفادوا من أزمة السيول ومن يعني استياء الناس من عدم قدرة الحكومة على يعني على الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية التي وقعت، وقاموا ب يعني إعلان إدارة ذاتية في الجنوب. أنا برأيي هي خطوة أخرى باتجاه الانفصال. ما يقصد بالعناصر يعني الإرهابية، واضح أنه يتحدث عن حزب الإصلاح بطبيعة الحال، لأنه حزب الإصلاح الذي يدعم، الذي يقاتل عمليا على الأرض إلى جانب قوات الشرعية في اليمن، هو الذي يقصده تحديدا. وأنت تعرف أنه في مشكلة كبيرة عمليا بين الإمارات وبين حزب الإصلاح، وأنا أعتقد أن المشكلة مع حزب الإصلاح هي أحد أسباب عدم قدرة التحالف السعودي الإماراتي على حسم الحرب في اليمن حتى الآن. يعني هم يريدون أن يعني إضعاف الحوثي وإضعاف حزب الإصلاح. إضعاف الإصلاح، وأنا أعتقد أنه هن وقعوا في، يعني أنا من البداية أنت بتعرف التفكير كان هو ضرب الإصلاح بالحوثي وضرب الحوثي بالإصلاح على أمل ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الطرفين. أنا أعتقد فشلت المعادلة منذ البداية، فشل. نعم. أنا طبعا أشكركم الدكتور مروان قبلان، وأنت الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا دكتور. وأيضا الشكر موصول إلى السيد عبد العزيز آل إسحاق وهو الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما كالعادة، استفدنا الشيء الكثير، ونتمنى بإذن الله أن نلتقي بكم مستقبلا، وأنتم والسادة المشاهدين وأيضا المستمعين في إذاعة قطر بالصحة والسلامة، شكرا جزيلا لكما. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في إذاعة قطر على كرم المتابعة. إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. في الختام لكم مني ومن أسرة البرنامج التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.